طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وللطريق كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب. وأنر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الأفاضل، أيتها المشاهدات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسجد ودوراته التربوية اليومية، من الدورات المسجد الدورة في فهم المسؤولية. الإنسان عندما يتحمل مسؤولية يكون مسؤولا عنها أمام الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. والرسول عليه الصلاة والسلام يرشد الأئمة إلى قضية من مسؤوليتهم، أنهم يعرفون من يصلي خلفهم، ويعرفون طبيعة من يغلب عليهم في الصلاة، من أي شريحة اجتماعية هؤلاء. المسجد قريبا من من؟ هل هو قريب من السوق، بعيد من السوق، من أماكن معينة يرتادها الناس؟ لابد للإمام أن يدرك هذا المسؤولية، وهم يدركون الحمد لله، ولا نزكي على الله أحد، أن يعرف من يصلي خلفه، هل هناك ضعيف، هل هناك مريض، هل هناك عابر سبيل، هل هناك أصحاب الأعمال والمهن. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أمى منكم الناس فليخفف، فإن خلفه المريض والضعيف وذا الحاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إنه يعلم المسؤولية، من يتحمل مسؤولية، يتحمل مسؤولية تتعلق بالناس، أن يراعيهم في ضعفهم، أن يراعيهم في أمراضهم لا قدر الله، أن يراعيهم في أعمالهم، أن يدرك بأنه المسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. الأجر عظيم لكن المسؤولية أعظم. لذلك القرآن يعلم المصلي دائما وأبدا أن يكون أهلا لهذه المسؤولية التي يتقلدها. إن كان يتقلد مسؤولية في بيته فينبغي أن يؤديها كما يحب ربنا ويرضى، ويحب النبي عليه الصلاة والسلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. يذكر المصلي المسجد في دورة عملية لكل ربي أسرة أن يتذكر هذه المسؤولية، كما تذكرها الإمام عندما أما الناس مصليا، كما تذكرها المؤذن عندما رفع الأذان يعلن الناس بأن وقت الأذان، الوقت الصلاة قد دخل، وأن وقت الإفطار قد دخل. الأذان يترتب عليه أمور كثيرة. يعلمنا المسجد دائما في أن نتذكر المسؤولية التي نتحملها عندما نكون أصحاب مسؤوليات. المسجد في دورة عملية يذكرنا بهذا، يذكرنا بأن رب البيت ينبغي أن يتذكر المسؤولية، وكأن المسجد يقرأ 5 مرات على رب الأسرة قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكأنه يقرأ عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المسجد في دورة عملية دائما وأبدا يعلم القوي ألا يستهيب الضعيف، ألا يتجرع على الضعيف. فهو الإمام من باب مسؤوليته يخفف الصلاة مراعاة للمريض، مراعاة للضعيف،
ومراعاة لأصحاب الحاجات وأصحاب المهن لينطلقوا بعد ذلك عاملين في هذه الحياة الدنيا. يعلم القوي ألا يتجرأ على الضعيف ولا يستهين بالضعيف، وربما يكون هذا ضعيف جسد لكنه قوي، لكنه قوي إيمان عند الله جل وعلا، له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. إننا بحاجة معاشر الرجال، وصلاة الجماعة على قول جمهور العلماء أنها فرض واجب على كل مستطيع، أن نتذكر دائما أن لا نكسو الزوج على زوجته، أن نراعيها في ضعفها، أن نضاعيها في تقصيرها، كما نتعلم من الإمام في الدورات العملية دائما وأبدا. هذا الإمام الفطن، هذا الإمام العاقل، هذا الإمام الفاهم الذي يفهم من هذه الرسالة. عندما يؤم الناس يتحمل في الصلاة المسبوق، عندما يأتي على الركوع يدرك الركوع مع الإمام، أين الفاتحة التي لم يقرأها يتحملها الإمام عنه؟ الإمام هذا هو موضع المسؤولية بين يدي الله جل وعلا في من يأمهم. وكذلك المؤذن عندما يرفع الأذان إشعارا بدخول الوقت وإشعارا بأمور العبادات تتعلق الصيام وغيرها. إننا في دورة عملية ينبغي أن نستحضرها دائما وأبدا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للإمام وهو يصلي بالمصلين في صلاة لا تتجاوز بالكثير 5 إلى 10 دقائق، من أم منكم الناس فليخفف، فكيف بالذي تولى أمر الناس في شؤون حياتهم، في شؤون طعامهم، في شؤون شرابهم، في شؤون حاجاتهم، كيف لا يخفف على الناس، كيف لا يراعيهم؟ وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع دعاء بين يدي الله، وسيظل هذا الدعاء مرفوعا. إنها المسؤولية العظيمة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اللهم انشق عن أمتي فاشقق عليه، ومن رفق بهم فارفق بهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إنها دورة عملية لنا أيضا، عن لكل من يتحمل مسؤولية في بيته، في أسرته، في مؤسسته، لكل صاحب مال تحت أيديه من العمال، أن يعلمهم، أن يراعيهم، أن لا يكلفهم فوق طاقتهم، أن يدرك بأن الله جل وعلا يريد من الإمام أن يخفف على المصلين في طاعة له سبحانه وتعالى لا تتجاوز الدقائق المعدودة. فكيف من جعلهم الله سبحانه وتعالى سبب رزق لعمال يعملون عندهم؟ ينبغي أن يراعوهم، وينبغي أن لا يحملوهم فوق طاقتهم. يستشعرون هذا من خلال دورة عملية نتلقاها 5 مرات في اليوم والليلة. ندرك بأن هذه القلوب التي تؤم الناس تخفيفا في صلاتهم، مراعاة في ضعفهم، في مرضهم، مراعاة لانشغالاتهم، هي القلوب الرحيمة التي ينبغي أن يعيش بها المجتمع المسلم كله. وأرحم القلوب هي أقرب القلوب إلى الله جل وعلا، سيما ونحن نتطلع إلى رحمة الله في الدنيا والآخرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أكملوا إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله. أسعد قلوبا بالهداية والتقى، وللطريق كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نحن أمام هذه الدورة التربوية المسجدية التي نتلقاها في اليوم 5 مرات. المسجد ارتبط بالرجال كثيرا، والرجال هم موضع القوامة ابتداء في البيت، وأيضا الرجال هم الذين يتحملون المسؤولية العظمى في المجتمعات، هم الذين يديرون شؤونه في أغلب الأحيان، لا تقصيرا في حق المرأة ولا امتهانا في منزلتها بحال من الأحوال. لكن المسجد يعلمنا في دورة عملية أيضا، أن الإنسان ينبغي أن يعيش وأن يعمل وفق ما كلف له. المسجد هو بيت الرجال بالدرجة الأولى، وإذا أرادت المرأة أن تصلي في المسجد فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله.
لكن المسجد أساسا فرض على قول جمهور العلماء أن صلاة الجماعة فرض على كل رجل عاقل مستطيع مكلف من باب أولى. إذن نحن هذه أمام هذه الدورة العملية التي نتلقاها تجعلنا نقف ونسأل أنفسنا. أرباب الأسر يسألون أنفسهم، رب الأسرة ينبغي أن يسأل أنه المسؤول عن هذه الأسرة، ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليها. إنه يخرج للعمل ويعود كالا إلى بيته مغفورا له بخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إنه المسجد، ومن خلال مسؤولية الإمام التي يتحملها 5 مرات في اليوم والليلة. ونسأل الله أن يعين أئمتنا ومؤذنينا، يذكرنا بمسؤولية المدرس وهو يؤدي رسالة التعليم في المدرسة، يؤدي رسالة التعليم في المسجد، يؤدي رسالة التعليم في المعهد، يؤدي رسالة التعليم في الجامعة. يذكرنا بكل صاحب مسؤولية في أي مؤسسة، كانت حكومية أو كانت أهلية، لأن الأصل أن الإنسان ينبغي أن يؤدي الأمانة التي تحملها الإنسان بكل صورها. قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إننا مع دورة عملية نتلقاها 5 مرات في اليوم والليلة، يبعثها هذا المؤذن المؤتمن الذي جعله الله جل وعلا أذانا يرفع ويرفع الله قدره يوم القيامة. هذا المؤذن الذي يدعو حي على الصلاة حي على الفلاح، المؤذن من أرفع الناس صوتا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون من أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذن الذي يشهد له ما بلغ صوته من حجر وبدا وبشر وشجر، هذا فضل الأذان وفضل من يؤدي يردد خلف الأذان. النقطة الأخيرة أن المسجد يربينا على أن المسؤولية وإن كان يتحملها فرد أو تتحملها مؤسسة من المؤسسات، لا تعفي بعد ذلك أتباع تلك المؤسسة من أن يسكتوا على خطأ، أن لا يقوموا خطأ، أن لا يقوموا معوجا بالأسلوب بالتي هي أحسن لأدي النين النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام. ليس معنى ذلك أن الإنسان الذي يتحمل المسؤولية لا يقبل النقد المنصف من الآخرين، لا يقبل التصحيح. كيف إذا قام الإمام في ركعة زائدة في الصلاة؟ فالأصل أن المأموم لا يتبعه إذا تأكد أن هذه الركعة زائدة في صلاته وقام تبع الإمام، فقد بطل صلاة المأموم. الأصل أنه ينبهه عندما يخطي في آية من سورة من آيات القرآن الكريم، تجد أن الناس يراجعونه في مسؤولية مشتركة بالتي هي أحسن، بالنصيحة التي هي قوام المجتمع، ولا يترفع عن النصيحة ولا يترفع عن التوجيه إلا متكبر قل أن ينجح لا في دنياه ولا في مهنته ولا في مهمته. إن هذه الدورة العملية التي نتلقاها في المسجد 5 مرات تجعل أصحاب المسؤولية يستشعرون مسؤولياتهم، وتجعل المجتمع كله يستشعر مسؤوليته حينما يقوم حينما يصحح، ولكن بالتي هي أحسن، كما يصحح المصلي خلف الإمام بالصوت الصوت اللين الصوت المنخفض الذي ليس فيه صراع وليس فيه عداوة، لأن الغاية غايتنا التصحيح جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وللطريق كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب. وأنر طريقي كي أراه يطيب.